البدلة الرسمية بالمعنى العصري ثوب يتكون من أكثر من قطعة مصنوعة من أقمشة وغالبا تكون من نفس النوع. البدلة هي الاختيار الأول والأخير بالنسبة للرجال في كل مناسبة. طبعا الألوان اللي هي هلأ دارجة أكثر شيء بالنسبة لسنة 2018. شو رأيك تعلمنا اليوم كيف تكون الطريقة السهلة في ربط ربطة العنق؟